تم إطلاق مبادرة جديدة للمرة الأولى بمشاركة كل الدول المحورية في هذا الصراع. الهدف هو تقليل العنف وكذلك عزل المجموعات الإرهابية مثل داعش، وكذلك خلق الأساس نظام جديد في سوريا يضمن الجميع وكذلك يحقق الاستقرار. نحن في مرحلة محورية من هذه الجهود الدبلوماسية، فهناك كذلك الكثير من المعارضة وكذلك المسؤولين في سوريا الذين بدأوا في مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف. وهذا الصباح في ضوء ما تم القيام به في هذه المحادثات، فإنني قد دعوت الجانبين للاستفادة من هذه اللحظة لكي ينتهزوا هذه الفرصة لإجراء مفاوضات جادة بنوايا طيبة بهدف تحقيق إجراءات وتقدم ملموس في الأيام القادمة. العالم يتمنى أن الجانبين سوف يعملان معا لتلبية احتياجات ملايين السوريين اليائسين، وكذلك تقليل الضغط على الدول المجاورة، وكذلك تقليل تدفق المهاجرين والمساعدة في استرداد الاستقرار. الأمر الأساسي الذي تم مناقشته في هذه المحادثات هو الترتيبات لوقف إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى الانتقال السياسي الذي سوف يحقق نهاية لهذا النزاع، بالإضافة إلى البيان الختامي الخاص بجنيف لعام 2012 وقرار الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هناك الكثير من الديناميكيات التي تحدث الآن والتي يمكن أن تؤثر على المفاوضات الجارية. في النهاية ليس هناك أي حل عسكري لهذا النزاع دون المفاوضات، فإن إراقة الدماء سوف تستمر حتى يتم تدمير آخر مدينة في سوريا وكل أي شيء مرتبط بالبنية التحتية وكل المنازل وكل علامات وأدلة الحضارة. وهذا يوضح كذلك أنه سوف يكون هناك انتشار لعدد الإرهابيين الذين سوف ينجذبوا لهذه المعركة وهذا الحرب. هذا النزاع يمكن أن يؤثر على المنطقة بأسرها إذا استمر في التصاعد بهذه الطريقة، وهذا هو ما يجب أن تركز عليه المفاوضات في جنيف وتحول دون حدوثه. هناك كذلك حاجة ملحة من قبل القانون الدولي وكذلك الكرامة الإنسانية بأن نتخذ خطوات الآن لتحسين الوضع على الأرض من أجل الشعب السوري. إن الأزمة الإنسانية بالفعل أصبحت كارثية وغير مقبولة، وهي أصبحت في وضع أسوأ كل يوم. الأرقام كبيرة للغاية، فهناك تقريبا 13.5 مليون سوري في حاجة ملحة الآن للمساعدة الإنسانية، وهناك 6 مليون من بينهم من الأطفال، وهناك عشرات الآلاف الذين لازالوا محتجزين في أماكن لا تستطيع أن تصل إليها المساعدات ولا الغذاء. وراء كل تلك الأرقام هناك بشر مثلنا، أطفال، نساء، رجال يعانون ويواجهون الكثير من المصاعب بشكل كبير. وهناك أقل من 1%، 1% من كل 100 منطقة في سوريا تتلقى مساعدات غذائية في عام 2015. ونحن لا نتحدث هنا فقط على الأماكن النائية وصعب الوصول إليها، لكن مدينة مضايا التي تبعد بضع ساعات عن دمشق، لكن هناك أشخاص يعانون من الكثير من المشكلات فيها ويتضورون جوعا. كيف يمكن للنظام أن يستجيب لذلك؟ استجاب بأنه قد قام بزراعة الألغام كي يحول دون وصول المساعدات الإنسانية وكذلك فرق الإغاثة إليهم. ولذلك سمعنا أن هناك 16 شخص قد لقوا حتفهم في مضايا بسبب هذه المشكلة. هناك كذلك سكان آخرين يسيرون بشكل هياكل عظمية، والوضع في مضايا ليس مقتصرا عليها فقط. ففي بداية العام الماضي تلقى النظام السوري 113 طلبا من الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، والأمر المدهش هو أن هناك 13 طلب من 113 طلب قد تم استجابة لها وتنفيذها. في الوقت الحالي الناس تموت، الأطفال تعاني، ليس فقط كنتيجة للحرب ولكن كانت للتكتيكات التي يتم اتباعها وكذلك الضغط من خلال جعل الناس يعانون من الجوع، وهذا كله بسبب الحرب. دعوني أكون واضحا، النظام السوري لديه مسؤولية أساسية. كل الأطراف المشاركة في هذا النزاع لديها واجب يجب أن تقوم به، وهي أن تساعد في وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين، ليس خلال الأسبوع القادم أو بعد مناقشات المستقبلية، ولكن يجب أن يتم ذلك اليوم وفقا
لقرار 2254، فكل الأطراف لديها التزام بأن توقف القصف والهجمات الأخرى ضد المدنيين، ولا يجب أن يحدث ذلك على المدى الطويل، ولكن يجب أن يحدث بشكل فوري. المجتمع الدولي يجب أن يتحد ويضغط من أجل الامتثال لتلك القرارات، وكذلك الحكومات التي تدعم بشار الأسد التي تسيطر القوى الخاصة به على الغالمية العظمى من الأراضي تحت السياج وتحت الحصار، يجب أن تضلع بهذه المسؤولية. يجب كذلك أن نعرف أن الشعب السوري سوف دائما يتذكر ما حدث. أسد وحلفائه منذ البداية كانوا المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان من الغذاء في هذه الحرب، وكذلك قوة الجذب للمقاتلين الأجانب في سوريا، مما أدى إلى انتشار داعش. في الأشهر الأخيرة مجموعة من المجموعات الداعمة لسوريا كانت على اتصال متواصل لتشكيل توجه منسجم مع القرارات الدولية، وكذلك لضمان النفاذ إلى المناطق المحاصرة لتقديم المساعدات الإنسانية إليها، وكذلك للخروج بحل لهذه الأزمة. العالم يجب أن يسير في اتجاه واحد لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف القمع وإنهاء هذه الحرب، وليس إطالات أكثر من ذلك. يجب علينا أن نقضي على داعش، وأعتقد أن القضاء على داعش سوف يحدث من خلال المفاوضات في سوريا التي سوف تسمح لكل الأطراف وكل الدول بأن تركز على القضاء على المجموعة الإرهابية داعش. هذا الأمر تم إلقاء الضوء عليه مرة أخرى هذا الصباح عندما تم مهاجمة أحد الأضرحة الدينية، مما أدى إلى مقتل العشرات في دمشق. أن يختارهم، هناك خيار بين القمع من جانب والإرهاب والإرهابيين من الجانب الآخر. هذا هو الخيار الذي يقدمه نظام الأسد. ما يحتاج إليه الشعب السوري هو خيار آخر ينشأ من عملية سياسية تتمتع بمصداقية. هذا الأسبوع في جنيف يمكن لهذه العملية أن تسير قدما. الطريق أمامنا لازال يمثل تحديا، والنجاح ليس مضمونا، لكننا رأينا على مدار سنوات من الحرب والمعارك كيف يمكن أن نقضي على هذه المشكلة. لذا أحث كل الأطراف على أن تنتهز هذه الفرصة وأن تتقدم من أجل مصلحة الشعب السوري وسوريا. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قام بتطوير إطار لإنهاء الحرب في سوريا، وكذلك تبنى وقف إطلاق النار بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى انتخابات خلال 18 شهرا، وكذلك عملية انتقال سياسي يمكن أن تضمن المستقبل السوري. لذا الفرصة الآن حقيقية وموجودة لكي نحقق مستقبل يضمن وحدة الشعب السوري واستقلال سوريا، وكذلك حماية أراضيها وعدم وجود أي صراع طائفي، وكذلك الحفاظ على المؤسسات السورية وحماية حقوق كل السوريين بغض النظر عن العرق الذي يندمون إليه أو الدين. نحن ندعو الأطراف المجتمعة في جنيف لكي تتخذ الخطوات الملحة الأولى وألا تضيع هذه الفرصة.